أحيانا ما أنا ومعي بعض الأصدقاء عندنا مجموعة محلات، أحيانا أحدنا يستدين من الآخر، يبيع البضاعة وهو لا يملكها، لكنه يعلم عند صديقه عنده هذه البضاعة، يبيعها وبعد ذلك يأخذها من صديقه. هل هذا يعد من البيع الذي لا يجوز؟ أي أنك تبيع شيئا لا تملكه. في هذه الحالة نحن عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن أخ عبد الله يقول نعم بعت لك البضاعة، والبضاعة مش موجودة عنده، بعت لك البضاعة بمبلغ كذا، ولا يستلم المبلغ، البيع دون استلام المبلغ. في هذه الحالة البيع غير صحيح، يدخل في قصة حكيم بن حزام رحمه الله رضي الله عنه عفوا، حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، قال يأتيني شخص ويطلب مني مثلا جملا ولا شيء وليس عندي فأنا أبيع، قال لا يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. الحل في هذه المسألة هو كالآتي، أنه يقول أخونا، يقول يا أخي الكريم أنا أعدك وعدا ملزما، أشتري لك البضاعة وأبيع لك بمبلغ كذا، تمام، صار وعد بينهما. ثم أخ عبد الله يتصل بصاحبي يقول يا أخي أرسل لي بضاعتك ولا مش عارف كذا، وحلما يصل البضاعة أو يتم البيع يبيعها لصاحبه كما يحدث في البنوك الإسلامية. فإذا تم في الأول بوعد ثم بعد استلام البضاعة ولو استلاما حكميا حتى تحديد وتعيين بمثابة القبض، فحينئذ جاز له طبعا عند المالكي وأنتم موالك ما عدا في الطعام، وأنا أيدت مذهب إمام مالك في هذا الموضوع وقلت فعلا القبض ليس مطلوبا إلا في الطعام والنقود والذهب والفضة، أما ما عدا ذلك فمجرد التعيين، مجرد التحديد، مجرد كذا كذا، المهم بما يرفع الجهالة جائز. إذا كان تم هذا عن طريق الوعد ممكن. وعندنا طريقة ثانية بالمناسبة أيضا من باب التعليم للآخرين، عن طريق السلم. أخ عبد الله يقول لا بأس أنا أبيعك بضاعة مواصفاتها كذا 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 بمبلغ كذا وكذا. في هذه الحالة عند الجمهور يجب تسليم المبلغ فورا. بس الحمد لله أنتم عندكم يا أخ، وأنا أؤيد إمام مالك في هذا أيضا، يقول يجوز إلى 3 أيام. إذا جاب لك الفلوس إلى 3 أيام فحينئذ صح البيع عند إمام مالك، لأنه في السلم يجوز تأخير الثمن إلى 3 أيام وحتى أكثر إذا لم يكن مشروطا، لكن بالشرط إلى 3 أيام، وبدون شرط ممكن 4 أو 5 بما جرى به العرف. فعندك هذه الحلول الثلاثة، أو عندك حلين، حل الأول وعد، حل الثاني السلم، وفي حالة السلم أنه تبيعه بالمواصفات. فإذا دفع لك الفلوس هذا ما في أي مشكلة عند الجمهور، إذا ما دفع لك الفلوس لابد أن يدفع لك الفلوس خلال 3 أيام وحينئذ صح العقد.